انطلقت اليوم فعاليات القمة 22 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا بحضور الرئيس السيسي. وتركز قمة الكوميسا التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع. التقى الرئيس السيسي مع الرئيس الزامبي هاكيندي هيتشيليما خلال زيارة الرئيس لزامبيا التي يشارك فيها أيضا في قمة تجمع الكوميسا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس هيتشيليما رحب بزيارة الرئيس إلى لوساكا، مشيدا بالإنجازات التي تحققت تحت رئاسة مصر للكوميسا خلال الفترة الماضية، ومؤكدا حرص بلاده على تطوير علاقات تعاون مع شقيقتها مصر ودفعها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك، فضلا عن مواصلة التشاور مع مصر بشأن القضايا والتحديات التي تواجه إفريقيا، خاصة في ظل الدور المصري الرائد تحت قيادة الرئيس السيسي على الصعيد الإفريقي وجهودها في دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لجوء الأجانب، ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالب اللجوء بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب بمقرها عبر خاصية زوم جلسة نقاشية بعنوان تأثير الأزمة السودانية على الأوضاع داخل مصر، بحضور مجموعات من خريجيها من مختلف البرامج، وذلك بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الأكاديمية بتقديم وعرض كل ما هو مستجد وإثراء مساحات النقاش والحوار. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد بحزم على أي هجمات أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا الكهروذرية. وتقع محطة زابوريجيا الكهروذرية على الضفة اليسرى من نهر دنيبر، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتحتوي المحطة على 6 وحدات طاقة بسعة 1 جيجاوات لكل منها. أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني بشأن انتقال جود بيلينغهام لاعب الأصفر إلى صفوف النادي الملكي. وكشف دورتموند عبر موقعه الرسمي أن ريال مدريد سيدفع الشرط الجزائي في تعاقد بيلينغهام ليضم اللاعب الدولي الإنجليزي إلى صفوفه.